وقاعد معاه دلوقتي. يا ابني بقول لك ما ينفعش، هم حاجزين المكان كله لنفسهم ومحدش بيعرف يدخل عليه. انا مستنيك قدامه. تمام تمام انت اتحركت؟ مستنيك. بلاش تحويل فلوس الايام دي، خصوصا ان في ناس ورايا. احنا عارفين، وعرفنا كمان الشخص اللي فتح الملف بتاعك. مين ده؟ واحد شغال في بنك من البنوك اللي كنت بتعامل معاها، اسمه نادر. نادر؟ في بنك ايه؟ عرفوا كل البيانات. المهم دلوقتي نتفق على العملية الجديدة. انت كنت قلت انك شاركت رفعت الرويني، لحد دلوقتي مش عارف تستغل شراكتك معاه. موضوع موت بنته ده لخبط الدنيا كلها. الحجج دي انا ماليش فيها، انت لازم تتصرف. في بضاعة مهمة جدا لازم تدخل البلد، ومش هتدخل الا عن طريق طياراته وشركته. البضاعة المرة دي نوعها يا باشا؟ هتعرف كل حاجة في الوقت اللي نحدده احنا. اجهز انت بس الاول، وبعد كده اسأل اسئلتك دي. موافق يا باشا، بس ليا طلب واحد. طلب ايه؟ كريم ما يخش العملية دي. اشمعنى يعني؟ هو مش شريكك؟ كريم اتجنن، عايز ياخد مكاني بأي شكل، بيشتغل لحسابه، يبوظ لي كل ترتيباتي. عشان كده مش عايزه معايا في العملية دي المرة دي. دي أمور تتصرفوا فيها مع بعض، أنا اللي يهمني رفعت الرويني وشركته. هتقدر تتحرك ولا أشوف غيرك؟ لا شوف غيري يا باشا بعد كل ده. ماشي يا باشا، بس زي ما اتفقنا كريم ملوش علاقة بالموضوع ده. اتفقنا.